مرحبا. كل يوم مشاهدينا بتنضموا لنا بهالوقت حتى نتابع سوا برنامج متعلق بعالم العقار ويندو استيت. صرتوا تعرفوا من خلاله عم نتعرف على اخبار عقاريه بالاضافه لعدد كبير من العقارات اللي منتشره على كل الاراضي اللبنانيه. اليوم حلقتنا كمان مميزه، ضيفه باستوديو السيد رضوان سليمان مدير المبيعات والتسويق لسنشري 21 فيرست جلوبال. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيكي. نحن كثير مبسوطين، دائما سنشري 21 عم بيكون لهم مرور بحلقات ويندو استيت، وغير هيك كل عقارات سنشري 21 كمان عم يمرقوا عبر الويب سايت www.windowestate.com. حبيت كثير نحكي اليوم عن السوق، دائما بنحكي عن اخبار العقار، بنحكي كيف عم الاسعار عم ترتفع، الاسعار كيف عم بتكون، كل هالامور، بس ولا مره عرفنا كيف عم بتكون نظره يمكن الزبون او نظره اللبناني. خلينا نقول تفضل. أول شيء بدي أتشكركم على استضافتنا بالبرنامج الحلو. أهلا وسهلا. بالنسبة لسؤالك، طبعا مثل أي بلد بالعالم لما يكون في شخص أو أشخاص عم بيدوروا على عقار معين، عندهم هواجس وعندهم أسئلة كتير براسهم حابين يلاقوا لها جوابات. كمان بنفس الوقت السوق العقاري بلبنان تقريبا من واضح لكثير ناس من الاشخاص اللي حابين يشتروا او يستثمروا بالسوق. خليني لو بدي اقطعك شوي، بدي اقول لكل المشاهدين انه خبرتك بهالمجال كانت 22 سنه بعالم العقار خارج لبنان وتحديدا بكندا وكمان بسنشري 21. صحيح. كيف كان هيك المجيء للبنان، اختيار لبنان انه نرجع لهون عبر هالفرانشايز، وكمان كيف كانت الناس مثل ما كنت سبق عم تخبرني كيف نظره الناس للفرانشايز وتحديدا لسنشري 21؟ طبيعي. مثل طبيعي كان خيار كتير صعب بالبداية. بقلك ما بخبي عليك، كانت في صعوبة أني أخذت هذا القرار، بس بقلك هلأ أنا من الناس اللي كتير سعيدين أني قدمت على الخطوة. والسوق العقاري ما بيتميز بين بلد وآخر إن كان خارج لبنان ولا هون، إلا بشو الأشياء أو المعلومات اللي ممكن المستهلك واصلت له. الشغلة الوحيدة اللي بتميزنا عن الدول الخارجية انه في توعية اكثر من بلدنا بهالخصوص هيدي. لما اي انسان بحب انه يشتري شقة او بيت او شيء من النوع، فللأسف عنا بلبنان بعد في شوشرة بالمعلومات اللي هي بتخلي للواحد ياخذ وقته ويكون خايف انه يقدم على شيء من هالنوع. مجرد خوف من لانه الواحد بيستثمر كل ماله تيشتري عقار. يعني هيدي اكبر انفستمنت الانسان بيعملها بحياته. يعني سمبلي يعني بتقدر تشتري سياره بقرار ياخذ معك 5 دقائق، بس تشتري شقه او عقار ممكن ياخذ وقت اطول معك. الشغله كمان اللي بتميزنا بين سوقنا وسوق برا انه المستهلك عارف وين بده يروح لما يدور على عقار بالسوق الخارجي، بينما بلبنان للاسف في اشخاص كونهم هن بيعرفوا شيء عن العقار او ساكنين بحي معين ممكن يعطوا معلومات عن عقار معين، بس بدون تفاصيل اللي ممكن تؤدي الى كوارث ببعض الحالات. انا حب اوضح لكل المشاهدين انه سنشري 21 مش بس بيقدموا استشارات ما قبل البيع، هن كمان موجودين حتى كل المشاهدين بعد البيع اذا في حال حابين يستشيرون باي موضوع متعلق بعالم العقار. صحيح. وخلينا نخبر شوي عن الكلفه لانه سمعت شيء شوي فاجئني. صحيح. تحت الهواء. شانتال، نحن عاده نحن شركه وساطه عقاريه، نحن بنتقاضى عملتنا او اتعابنا بس في حال نحن تمينا البيع، فما في تكلفة نحكي فيها لا قبل البيع ولا بعد البيع إلا ليصير البيع بالمعنى الكلمة، أنه نحن بنتقاضى عمولة معينة، لكن منواكب الزبون بكل القضايا القانونية، مستعين بمستشارين قانونيين إن كان كاتب عدل ولا محامي يقدر يعطيهم كل النصايح القانونية بدون أي تكلفة لهم. بكل بساطة لما يكون مرتاح الواحد بالشكل القانوني وعارف انه العقار عم بيشتريه هو العقار الصحيح اللي ممكن بالمستقبل انه يقدر يستفيد منه، حيقدم. طبعا كل شيء قانوني هو اللي بيحمي، فالحمايه هي العنصر اللي اكثر شيء لازم نركز عليه هون، لانه اليوم انت عم تشتري عقار باسعار كثير خياليه ببعض الاوقات،
فكتير مهم ان نعرف انه عم ندفع السعر المضبوط لهالعقار، وكثير مهم انه نكون مرتاحين كمان لما نكون عم نشتري هالعقار الشيء اللي بتقدمه سانشوري 21. مشاهدينا، نحن اليوم مع السيد رضوان سليمان كان عندنا حديث كتير ممتع، تعرفنا كيف المشاهدين كيف ممكن يشتروا او يتملكوا اي عقار عبر سانشوري 21. الويب سايت تبع الشركه دايما موجود على windowestate.com. انا بتشكر حضورك مره جديده معنا بويندو استيت، ان شاء الله بكون لنا لقاءات تانية معك. مشاهدينا، هيدي كانت حلقتنا لليوم، شوية معلومات ممكن تهمكن، دايما تابعونا لمعلومات إضافية كل يوم بهالوقت. إلى اللقاء.